كان الحجاج بن يوسف الثقفي جبارا مقداما في سفك الدماء، فقد كان سفاكا سفاحا مرعبا حتى عرف بالمبيد، وكان سياسيا محنكا وقائدا مدبرا، وكثيرا ما استخدم المكر والخداع لكي ينتصر في حروبه. لم يكسر جبروته سوى امرأة من أجمل نساء شبه الجزيرة العربية تدعى هند بنت المهلب. عرفت هند بجمالها وفصاحتها وبلاغتها ورجاحة عقلها، إلى جانب حسبها ونسبها فوالدها هو القائد التابعي المهلب بن أبي صفرة، وتنتمي إلى قبيلة العتيك الأزدية، إذ يعد آل المهلب من أحفاد الحارث بن العتيك. وجدها أبو صفرة الذي يعرف باسم ظالم بن سراق لها 23 أخاً وإحدى عشر أخت، وهي من أشهر نساء القرن الهجري الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة، وهي من النساء التي برز اسمها في التاريخ الأموي. تلقت هند بنت المهلب العلم من أكابر علماء التابعين، روت عن أبيها المهلب وعن الحسن البصري أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروى عنها ابن أخيها حجاج أبي عينة بن المهلب وأخوه محمد بن أبي عينة. دلت معظم الروايات التاريخية على حرص وسعي هند على تعلم أمور دينها وبحثها الدائم عن المعرفة، ولها العديد من الأقوال والحكم. ومن المواقف التي تدل على دهائها عندما أمر عمر بن عبد العزيز بسجن أخيها يزيد، فما كان منها إلا وذهبت لمقابلة عمر، حيث قالت له: يا أمير المؤمنين، لماذا سجنت أخي؟ فأجابها: تخوفت أن يشق عصا المسلمين. فردت عليه: العقوبة قبل الذنب أو بعد الذنب. فأفرج عمر عن أخيها. لم تكن هند راغبة بالزواج من الحجاج بن يوسف الثقفي، فقد كان قبيح الوجه وصغير الجسد، ولكنه كان فصيحا وبليغا وخطيبا جبارا، تولى مكة والمدينة والطائف والعراق في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، كما ربطته صلة متينة بآل المهلب، فتقدم لخطبة ابنتهم هند، لكنها ترددت لعدم معرفتها به، فقدم لها مهرا يبلغ 200,000 دينار عربي كمؤخر، عندما تأخرت بالرد، فوافقت وكانت رابع زوجاته. بعد فترة شعرت هند بنت المهلب أنها لم تحسن الاختيار بزواجها من الحجاج، لكنها مكثت معه كارهة فترة من الزمن، وتأججت الخصومة بينهم عندما تقلب الزمان، وخشي الحجاج من نفوذ آل مهلب، فوضعهم في السجن في سنة 86 للهجرة إلى سنة 90 للهجرة، وكانت هند شديدة الحب والتعلق بإخوتها، لم يرضها ما يفعل بهم من عذاب، وغضب عليها الحجاج بن يوسف الثقفي عندما سمعها تصيح بعد أن سمعت صياح أخاها يزيد بن المهلب وهو يعذب في السجن، ويقال أنه طلقها بعد هذه الحادثة خوفا من أن تقتله، بينما اختلف سبب طلاقهم في رواية أخرى، حيث روي أن الحجاج رأى رؤية اقتلاع عينيه في منامه. حينها كان متزوجا بهند بنت المهلب، وهند بنت أسماء فطلقهما ظنا منه أن رؤياه تتأول بطلاقهما، حتى جاءه خبر وفاة أخاه محمد بن يوسف وابنة محمد بن الحجاج، فعلم أن هذا هو تأويل رؤيا اقتلاع عينيه، حيث قال: والله هذا تأويل رؤياي من قبل، محمد ومحمد في يوم واحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي رواية أخرى يقال أن الحجاج دخل عليها غرفتها في أحد الأيام، فوجدها تتأمل حسنها في المرآة وتقول: وما هند إلا مهرة عربية سلالة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله ضرها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. لما سمع الحجاج ذلك عاد أدراجه غاضبا، وأرسل إليها غلامه وطلب منه أن يرد إليها صداقها 200,000 دينار، وأن يطلقها بكلمتين لا يزيد عليهما، فإن زاد قطع لسانه. فذهب الغلام إلى هند وقال لها: كنت فبنتي، أي كنت زوجته فبنتي، أي أصبحت طليقة. لكن فصاحة هند لم تخيبها، فردت قائلة: كنا فما فرحنا، فبنا فما حزنا. ولم تكتفي بهذا الرد، بل أعطت 200,000 دينار للغلام قائلة له: هذه لك بشارة خلاصي من كلب ثقيف، وثقيف هي القبيلة التي ينتمي إليها الحجاج. بعد طلاق هند لم يجرؤ أحد على خطبتها مجددا خوفا من بطش الحجاج، وهي لم تقبل بمن هو أقل من الحجاج، إلا أن أخبار جمالها وحسنها ونبهتها وصلت إلى أسماع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فقرر أن يخطبها لنفسه، ويقال أنها أغرت بعض الشعراء بالمال حتى يمتدحوها ويثنوا على جمالها وفطنتها عند أمير المؤمنين، حتى وقع في غرامها قبل أن يراها،
وأرسل إليها عامله على الحجازة حتى يصفها له، فعاد وأخبره أنها لا عيب فيها. وعندما علمت هند بنية أمير المؤمنين أرسلت له كتابا قالت فيه: بعد الثناء على الله والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا أمير المؤمنين أن الكلب ولغ في الإناء، وتقصد بالكلب هنا الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعنى ولغ الكلب في الإناء أي شرب منه. فضحك أمير المؤمنين ورد عليها بكتاب يقول فيه أن نبي الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فوافقت هند على طلبه، ولكنها اشترطت أن يقود الحجاج بن يوسف الثقفي الهودج الذي ستنتقل بواسطته إلى دمشق، وأن يكون حافي القدمين بلباسه الذي كان يلبسه قبل أن يصبح واليا، فما كان منه إلا أن وافق. لم يستطع الحجاج مخالفة أوامر أمير المؤمنين، فذهب إلى دارها ليصحبها إلى زوجها بدمشق. وعندما وصلوا رمت على الأرض دينارا فقالت: يا غلام، لقد وقع مني درهم فابحثوا عنه. فلم يعثر الحجاج على الدرهم، لكنه عثر على الدينار فناولها إياه قائلا: إنه دينارا وليس درهما. فنظرت إليه نظرة كيدية فيها الكثير من التشفي وقالت: الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينار. ففهم قصدها، وهو أن الله عوضها عن الدرهم أي الحجاج، والدينار عبد الملك. لكن الحجاج كان واسع الحيلة، فقرر أن ينتقم لنفسه ويرد عليها كيدها. بعد وصول القافلة التي تقل العروس الجديدة للخليفة وجهازها إلى قصر الخلافة الذي كان يقيم فيه عبد الملك بن مروان، كان قد أعد وليمة للرجال، فتعمد الحجاج على أن يتأخر عنها. وعندما لم يجده الخليفة بين الناس سأل عنه، ثم أرسل في طلبه ليشارك بالوليمة. فرد الحجاج بقوله: ربتني أمي على ألا آكل فضلات الرجال. فهم عبد الملك ما أراده الحجاج، وضاقت نفسه منه ولم يقترب من هند لعدة أيام، وكان يكتفي بزيارتها، إلى أن بدأت هند تسأل في القصر عن السبب، فوصلها ما كان بين عبد الملك وبين الحجاج. بعدما علمت هند بالأمر فكرت ودبرت حل الله، ثم أرسلت في طلب الخليفة عبد الملك بن مروان، وما إن دخل عليها حتى قطعت عقدا من اللؤلؤ كانت ترتديه، ورفع ثوبها كي تجمع حبات اللؤلؤ فيه. فتن عبد الملك بحسنها وجمالها، ورآها تجلس على الأرض تلم حبات اللؤلؤ وهي تقول: سبحان الله. فقال لها عبد الملك: لم تسبحين؟ فقالت: إن هذا اللؤلؤ خلقه الله لزينة الملوك. فقال: نعم. فقالت: ولكن شاءت حكمته ألا يثقبه إلا الغجر. فتهلل وجه الخليفة بعد أن فهم مقصدها، وقال لها: صدقت والله، قبح الله من لامني فيك. وتم زواجهما في ذلك اليوم. تذكر بعض الروايات أنها ظلت على قيد الحياة حتى عام 102 للهجرة بعد مقتل إخوتها في عهد يزيد بن عبد الملك، وكانت وفاتها في هذه السنة. انتقلت هند في آخر عمرها إلى عمان، وعاشت ببلدة آدم يعرف بمسجد المهلبية. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط ألفا لايك في الوصف أسفل الفيديو.